بتصير من هذا المعرض بيوم النكبة يوم 15 أيار، كلنا سوا بنعرف نكبة فلسطين، يعني احنا مسمينه حق العودة أكثر من النكبة. فبنشارك فيه عادة بالتعاون مع مركز رواسي بفلسطين بقلب غزة، بتقوم بهذا النشاط ومركز طيف عنا بلبنان ملتقى طيف قايم هو بهذا المشروع. كل سنة احنا هذا السنة الثالثة على التوالي بنقوم بهذا المشروع، فمشارك تقريبا بحدود 24 فنان من لبنان وفلسطين بيشاركوا عنا بلبنان. هذا المعرض بيكون بالتزامن مع كل الدول العربية اللي بيهمها القضية، اللي حامل القضية وتفكر بطريق العودة. يعني نحن بنعرف انه تذكرت العودة لفلسطين هي بمؤتمر أوسلو، بنعرف انه كله سوا هو حبر على ورق مش أكثر، فنحن عم نحاول قد ما فينا نضلنا هالقضية صاحية بوجدان العالم. إذا ما قدرنا نحن بسلاح بأي شيء بالانتفاضات عم نكون، نحن انتفاضتنا هي انتفاضة اللون والشعر والكلمة، يعني هذا هو نحن شعارنا أو حق العودة يلي نحن بدنا نقوم فيه. أهم شيء نحن عنا إنه المشاركين يلي مشاركين، الفنانين اللي مشاركين من كل الدول عم تشارك، نحن عنا بلبنان مشارك فنانين فلسطينيين وفنانين لبنانيين يلي هن عبارة عن 24 فنان، فاخترنا لوحاتهم بتزامن مع الوقت اللي عم يكون موجود بقلب غزة. المعرض حيكون بمركز رواسي كمان معروض بغزة، كمان فنانين موجودين هون. نحن هون حاولنا إنه ندمج المعرضين سوا، شاركنا بلوحاتهم للزملاء الفنانين اللي عارضينهم بغزة، عملناهم نقلنا لوحاتهم، يعني نحن بنقدر نشوف لوحاتهم هن كيف بيشوفوا فلسطين او كيف بيشوفوا هن كشعب عايش بالفلسطين، كيف بيحكوا عن فلسطين من خلال اللون اللي عندهم، ونحن هون بنشوف نحن بيشوفوا اللبناني كيف بيفكر بالعوده الى فلسطين. مين اللي بده يا باسم؟ تشكيليين عم نقول ما بقى بدنا نسمي 15 ايار 48 لليوم 69 سنه بالنكبه، صرنا بدنا نسميه هو يوم العوده، يوم بدايه التحرير، وهذا نحن هدفنا، هيدي غايتنا من نشر هيدي الثقافه الجديده، وهذا واجب علينا انه ننشر هيدي الثقافه، ثقافه النكبه والنكسه والهزيمه، هيدي ما بقى بدنا اياها ابدا بلغتنا نحن كفنانين تشكيليين. بحب المعارض الجماعية، بس أول ما عرفت بالمعرض بدون تردد أكيد شاركت، لأنه فكرة المعرض كتير بتهمني. طبيعة مشاركتنا حتى لو بالكلمة بالصورة، هي الصورة عبارة عن كلمة صورية مجسدة بتعبر عن تضامننا كفنانين. شو بتأثر الكلمة؟ بتأثر كتير. الله كلمة، الحق كلمة، وقفنا بجانب شخص انك تقول له نحن معك حق باللي عم تقوم فيه، حتى لو ما كنت معه فعليا، بس انك مجرد تشد على ايده وتقول له معك حق باللي عم بتقوم فيه بيعطيه يمكن امل اكثر واحساس بالصمود اكثر. شو ما هذه السنة حبيت شارك بهذا المعرض اللي هو بيرمز لفلسطين ولقضية فلسطين، لكل شيء بيختص بالفلسطينية، بيوم العودة، بيوم القدس. حبيت شارك بصور أنا كنت مصورتهم قبل من يوم العودة، وطبعاً كمصورة لمست الأشياء الحلوة اللي بالناس، اللهفة لفلسطين، اللهفة للعودة، دموعهم. حبيت شوي شارك بهذه الأمور بصور فوتوغرافية، وكمان ضفت عليهم رمز اللي هو متعلق مباشر بفلسطين اللي هو الشجرة، شجرة الزيتون اللي بترمز بشكل مباشر لفلسطين. Thank you.